النهارده باذن الله هنتكلم على فيديو جديد في المودول اسمه جينيريشن اوف فولانتري موفمنتس. ازاي نعمل حركات بارادتنا، ازاي نمسك قلم كوبايه ايا كان. عايزكم تتخيلوا معايا سير الاحداث في هذا الفيديو. المعروف ان احنا عندنا اربع لوبس، فرونتال وتمبرال باريتال اوكسيبيتال. كل لوب من الاربعه هيساهم بطريقه جميله جدا انك تمسك الكوبايه. يبقى اول حاجه عايز اقولها، انا عايز امسك الكوبايه دي، ايه هي الستبس بتاعتي؟ اول ستيب عندي قبل ما اجي اشرح، عايز اقسم الشكل. نتخيل ان المربع ده هو الفرونتال لوب، تمام؟ وانا اتخيل ان انا هنا عندي بارايتال لوب الناحيه دي، تمام؟ وبيكون تحته اوكسيبيتال لوب، والناحيه الثانيه هو التمبورال لوب. حاجه تخيلي، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه لازم تعملها، لازم يكون عندك فكره، انا عايز امسك الكوبايه. يبقى اول كلمه ايديا، لازم الفكره تبقى موجوده. انا عارف ان انت هتروح تمسك الكوبايه بسرعه، بس الكلام اللي انت تعمله ده في اقل من دقيقه او ثواني، شوفوا عظمه ربنا. طب الفكره مين اللي يحطها؟ الفرونتال لوب هنعمل عليه زوم. ربنا حط فيه حاجه اسمها اسوشيشن كورتكس. كلمه اسوشيت معناها ان هو بيربط حاجات كتيره ببعض. يربط ايه؟ انا شايف الكوبايه، انا عاوز امسكها. كلمه اسوشيشن انك واصل لك كذا انفورميشن. يبقى اول حاجه في الايديا فرونتال اسوشيشن كورتكس. طب سؤال، دايما مع الفكره تاتي الرغبه. ايوه، بتقول انا عندي فكره ان انا امسك الكوبايه، مش فكره، عاوز امسكها. يبقى رقم اثنين في الخطوات، في حاجه اسمها ايموشنز، المشاعر. مشاعرك ايه وانت بتعمل الحاجه دي؟ عاوزها ولا لا؟ كلمه ايموشنز اتقالت في الكتاب بكلمه ثانيه، ديزاير، الرغبه. To do intended movement. انا ناوي امسك الكوبايه دي. مين اللي يقول لك نفسك تمسكها؟ مكان في البرين اسمه limbic system. الليمبك سيستم، ليمبس كلمه لاتيني معناها الحدود. هذا الليمبك سيستم بيكون موجود بين تو لوبس عندك، لوب اسمه تمبورال ولوب تاني اسمه فرونتال لوب. يبقى تمبورال اند فرونتال، هذا وصل الاثنين دول ببعض، واجي اكتب عليهم ليمبك. وتشوفوا عظمه ربنا في الجزء ده، ان المكان اللي قال لك انت نفسك تمسك الكوبايه مرتبط بالمكان اللي ادالك الفكره. يبقى لغايه دلوقتي فكره مع اراده ورغبه، كده انا قلت حاجتين. بس الكلام لغايه دلوقتي يا دكتور لسه مش واضح. يبقى رقم ثلاثه، انت لابد علشان تمسك الكوبايه في البدايه لازم يكون واصل معلومتين الى البارايتال لوب. يبقى رقم ثلاثه اتكلم على البارايتال. وصلنا معلومه منين؟ نبص على الحته دي، عملنا عليها زوم. الاوكسيبيتال لوب قال انا فيا الفيجوال سنتر، مركز الرؤيه موجود في الاوكسيبيتال لوب، قلناها قبل كده. فالاوكسيبيتال لوب ده يبعت فيجوال سيجنال للبارايتال لوب، يقول له بص يا بارايتال خلي بالك فلان شايف الكوبايه، زي ما احنا قلنا المثال بتاعنا ده شايفها. طيب البارايتال قال له ايه؟ قال له انا كمان واصل لي معلومه عن البروبيوسبشن. فاكرين لما قلنا البروبيوسبشن احساسك ان في ارض تحت رجلك؟ هذا السنسيشن بيتنقل من الدورسال كولر ويتنقل لفوق الى السنسوري كولر.
فاكرين البرايا ده اللوب ده فين؟ لما جيت قلت ان في مكان اسمه سوماتيك اسوشيشن كورتكس اريا 5 واريا 7. لما جيت شرحت السنسوري كورتكس في فيديو السنسيشن قلت ان في ثلاث اماكن في اداره السنسيشن سوماتيك سنسوري اريا 1 و 2 ودي الثالثه. وقلنا الاسوشيشن ده هو اللي بيستقبل اشارات من سنسوري اريا 1 و 2 وهو اللي بيستقبل البروبريوسيبتيف سيجنال. يعني عايز تقول لي ان السهلين دول هما الستيب نمبر 3 اللي هيعملوا ايه؟ برايا تملوك ريسيف نوعين من السنسيشن فيجوال وبروبريوسيشن. طب السؤال يا دكتور عشان نبقى فاهمين هو ليه بيستقبلهم البرايا تملوك؟ البرايا لما بيستقبل الاشارات دي هيشغل اماكن ثانيه في البرين تبدا في وضع خطه لنسخ الكوبايه. لغايه دلوقتي انت ما حطيتش خطه، مفيش بلان، انت بتقول ايه؟ عندي فكره، عندي رغبه، وانا شايف الكوبايه، يبقى اذا شايفها وحاسس ان في ارض تحت رجلي. طيب البرايا تلوب او اريا 5 واريا 7 جم في كتاب الاسم وقالوا عايزين نحدد التخصصات. يا اريا 7 انت جزء من البرايا تلوب، انت هتستقبلي ايه؟ قالت انا هستقبل الفيجوال سيجنال. دي المكان اللي قال انا شايف الكوبايه. اما البروبريوسيبتيف سيجنال هتروح لاريا نمبر 5. عظمه ربنا ان في تخصصات. واحد حاسس ان في ارض تحت رجله اتبعتت له المعلومه دي اريا 5. طب واريا 7 استقبلت الفيجوال. طيب وبعدين نبتدي الخطوه رقم 4. عايزين نحط خطه لنسخ الكوبايه. دايما الكلمه المشهوره اي حاجه بتنفذها تبدا بفكره. الفكره والرغبه لازم تبقى خطه. خطه يعني ايه؟ يجي البرايا تلوب ده بص للخطوه رقم 4 قال انا هبعت اشاره الى مكان، بصوا بقى المكان اسمه ايه؟ اسمه سابليمنتال موتور كورتكس. بصوا بقى يبقى الخطوه الرابعه البرايا تلوب انا هبعت المكان ده. المكان ده قلته في فيديو الموتور موجود فين؟ قدام اريا 6. افكركم على جنب بالحوار، لو انا قلت المنقط ده اسمه سنترال سالكس تمام؟ والسنترال سالكس ده بيكون وراه تحته مكان اسمه جايروس. جيت قلت لكم ايه؟ اريا 4 بتكون قدام السنترال جايروس ري سنترال، وده اول واحد في الموتور كورتكس اداره الحركه. ده اللي بيديلك بدايه الحركه بيبعت فايبرز. واريا 4 قدامها مكان اسمه اريا 6 واريا 6 ميديال ليها مكان اسمه سابليمنت. طبعا بنتخيل الفكره من الالات، يبقى 4 قدامها 6 و6 ميديال ليها سابليمنت. فرايا الان انا هبعت السابليمنتال الاول، يبقى بدايه الخطه روحت للسابليمنتال. وتعالوا افكركم بكلام قلته الفيديو اللي فات. سابليمنتال معناها ايه؟ يكمل. سابليمنت زي كلمه كومبليمنت، بكمل. بتكمل شغل مين؟ شغل الاريا اللي جنبي اللي في الموتور كورتكس اللي اسمها اريا 6. هتقولوا يعني ايه مش فاهمين؟ اريا 6 هي اللي بتشغل الترنك، هي اللي بتشغل البروكسيمال ماسلز، عضلات الديلتويد او الهيب دول البروكسيمال، بتشغل الجزع، تخلي جزعك مستقيم، تقدر تعمل اي حركه. جه السبلمنتال قال انا هكمل شغلها، يعني ايه؟ هساعد على الفيكسيشن اوف البوستشر، هساعد ان وضعي
يبقى في انتصاب في القامه ستريت باستشر او ستريت رانج. قلنا لها ماشي انت بتساعدي الجسم يبقى معدول، بس ايه خطتك الاساسيه؟ قالت خطتي الاساسيه ان انا هعمل احدد المسافه بين الايد وما بين الكوبايه. وهنا انا عايزكم تبصوا عليا، زوم عليا انا وانا واقف دلوقتي، وزوم على الكوبايه هنا ونقرب ادي الكوبايه دي. دلوقتي انا شايف الكوبايه، شايفها بمين؟ بالبارايتال لوب، بايديا سبعه، حاسس ان في ارض تحت رجلي، وصلت الاشاره لايديا خمسه همثلها. طيب انا لازم احدد المسافه اللي ما بين ايدي والكوبايه، هتحرك مسافه قد ايه؟ بصوا كام خطوه وقرب من الكوبايه. اللي يحدد المسافه مكان اسمه سبليمنتال موتور كورتكس. قال لك الاول حدد المسافه، قلنا له طب ورقم اثنين هتعمل ايه؟ انا هعمل كومبلكس بلان، خطه مركبه. يعني ايه خطه مركبه؟ انا وانا رايح امسك الكوبايه، بصوا عليا، لو انا مسكتها في النهايه انا لسه ما مسكتهاش، همسك. انا عامل دلوقتي فلكشن يمين للانتر فلانجيه اهي، والميتاكاربو فلانجيه والريست والقلبو. يا جماعه انا تاني اكتر من مفصل علشان امسك الكوبايه. يجي بقى السبلمنتال يقول ايه الخطه المركبه؟ ركزوا معايا واعملها على طول. قال انا هبعت حاجه اسمها ورقه عمل لمين؟ لاريا 6. يعني ايه ورقه عمل؟ هقول له انا عايز اشغل، بصوا كده، قال له انا عايز اشغل واحد الانتر فلانجيال جوينت، ورقم اثنين الميتاكاربو فلانجيال جوينت، وثلاثه الريست، واربعه الايه؟ الله، كل دول؟ قال له كل دول، وتشغلهم لي مع بعض. خطه مركبه، زي ما انت كده في البيت تقول انا عايز اذاكر النهارده 20 صفحه فيسيولوجي. ازاي؟ معرفش، دي فكره مبدئيه. يبقى البلان ده بلان ايه؟ مبدئي انيشال، بس لسه ما اتنفذش. فقام راح باعت الكلام بتاعه، الكلام اللي قلناه، الى اريا كام؟ اريا 6 اللي هو الميديان ليها. قال له انت جارتي، انا هبعت لك الكومبلكس بلان ده. ردت عليه اريا 6 وقالت له يبقى ده رقم كام؟ رقم 5. ما هو البلان بدا بالسبلمنت. النقطة الخامسة، النقطة الأولى ايديا واحد، اثنين ايموشن وديزاير، ثلاثة البوستيريور بارايتال كورتكس أو البارايتال لوب، اريا 5 و7، أربعة الخطة. بدأت مبدئية بالسبلمنت. أنا هبعت لك اريا 6. بصوا اريا 6 بذكاء عملت عايزين نعمل زوم على الفكره. اريا 6 قالت ما ينفعش الكلام ده. انا كل جوينت انت عايز تشغله انا هحطه في بروجرام لوحده. انا هسكن الخطه. زي ما انت تكون قاعد موظف في شركه ويجي مديرك اول يوم يديك ورقه فيها 10 حاجات عايزين يتعملوا، وانت لسه مستلم جديد ومش فاهم حاجه، هترجع له تقول له لو سمحت ممكن تفهمني كل نقطة من دول أنفذها إزاي؟ وده اللي حصل. عملت إيه اريا 6 بقى؟ بصوا ونعمل زوم عليها. قالت أنا هقسم البروجرام. الورقة الأولى مثلا يبقى البروجرام إن أنا أشغل مين؟ الإنتر فلانجيال جوينت. والبروجرام الثاني إن أنا عايز أشغل الميتاكاربو فلانجيال. والثالث أشغل الريست. والرابع الإبن. أنا كده سهلت البلان. عملت إيه اريا 6 في الحالة دي؟ عملت سمبليفيكيشن، سمبليفاي، خليت الخطة أسهل شوية، ها؟ هنبتدي ننفذها. ساعات الكتب الكبيرة أو الأساتذة الكبار زي الدكتورة شادية تقول على اريا 6 تعمل إيه؟ فراكشنيشن أوف ذا بلان. فراكشن التجزئة، ان انا اخليها سهل. قالت انا هبعت دول لمين؟ لاريا فوق. هتقولوا طب ليه في النهايه نبعت لاريا
بتشغل الجوينتس اللي في الديستال المسلز، هي اللي بتشغل عضلات ايديك، هي اللي بتبني صوابعك والريست والايد، هي اللي بتعمل الشغل ده. عشان تروح تمسك الكوبايه لازم تكون تاني الجوينتس دي. انا هبعت لك اياها على طول. اريا 4، اريا 4 دورها ايه؟ هل دورها في الحاله دي بلاننج؟ لا، هي ما بتخططش، دورها تنفيذ. طب يعني ايه تنفيذ؟ ادي ارسم، ادي اريا 4 يا جماعه، هي اللي هتنزل الاشارات للانتيريور هورن سيل. طبعا دي رسمه كروكي، هنرسم بالتفاصيل الفيديو القادم. بس هنا بقى في نقطة، هنا في سؤالين. طالما هي ما بتخططش، أمال إيه دور إيريا 4؟ دورها منفذ. كلمة منفذ لازم تعرفها، إكسكيوشن، إكسكيوت، زي لما تتفرج على الأفلام الأجنبية يقول لك إكسكيوتيف دايركت، المخرج المنفذ. أنا اللي هنفذ وأنا اللي هشغل أنتي هون سيل تحت الجويس. بس جينا سألناها سؤال محرج، ده اريا 4، قلنا لها طب هتشغليهم ازاي؟ ده انا هقعد لك بروجرام منفصل لكل جوينت، هتعملي ايه؟ بصوا بقى، همسح واقول لكم هتعملي ايه. بس لغايه دلوقتي اللي انا قلته كام نقطه؟ 6 نقط. 1 ايديا، 2 ديزاير، 3 قرايه تنوب بيعمل ايه ب5 و7، 4 بدأنا في البلان، البدايه كومبلكس بلان عشان يعمل باي مانوال هاند موفمنت، عايز احدد المسافه بين ايدي والكوبايه. بعتنا الخطه المركبه بتاعت كل الجوينتس دي لاريا 6، سهلتها النقطه الثالثه اريا 4 قالت هنفذ. قلنا لها طب انت هتنفذي ازاي بقى؟ بصوا معايا على اللي هيحصل. اريا 4 اهي لما تنزل تراكت على السباينال كورد بالمنظر ده، الاول قالت انا هشغل الانتر نيورو، اللي انا عامله بالازرق ده انتر نيورو ما بين افرنت وافرنت، انا هشغل الانتر نيورو، فهنزل السعب الاحمر ده تحت. قلنا لها ليه؟ فاكرين الفيديو اللي فات؟ الانتر نيورو اللي في السباينال سيجمنت يتصل بالانتر نيورو اللي تحت. يعني ايه؟ يعني انا عندي انتر نيورون في منطقه السيرفايكل كونكتد بانتر نيورون في منطقه الثوراسيك، المناطق ده فيها يا جماعه كونكشن داخلي يوصل الانتر نيورون سيرفايكل سيجمنت. اللي مشغل مين؟ اللي مشغل الريست ب، اللي مشغل الالبو اللي في منطقه الثوراس، لان في الاناتومي يا جماعه الالبو بتاعنا ثوراسيك درماتوم. هتقول لي يبقى انا وصلت ايه في المعنى؟ وصلت ان انا لما رحت ومسكت الكوبايه، بصوا انا عملت ايه؟ تنيت الريست مع الالبو. ما كانش ينفع تروح تمسك الكوبايه ادي الريست بس والالبو لسه ما تنيش والكوبايه تقع مني. في النهايه لازم تبقى الحركه متكامله، بيسموها voluntary movement، لازم حركتك تبقى متكامله، كل الجوينتس at the same time، وده اللي قدرت تنجح فيه اريا 4. اريا 4 قالت كله هيشتغل، بس انتوا سهلوا لي الخطه وسيبوا لي الباقي. هنا ناقص نقطتين لازم يتقال. انت قلت 6 نقط، ايه دور البيزل جانيا؟ وايه دور السربلة؟ ودي مهمة جدا في مسك الكوباية. أولا البيزل جانجليا ده إيه؟ مجموعة نيوكلياي تحت الكورتكس. قالت أنا دوري إن أنا أحدد طريقة مسك الكوباية. اللي اتقالت في الكتاب إيه؟ Adjust the scale of movement. دي مهمة جدا جدا. Adjust the scale. يعني ايه سكيل؟ سكيل مش معناها مقياس رسمي، يعني بصوا عليها وانا بعزم،
كوبايه مسكتها، مسكت بيها ماسكه عاديه، لا انا ماسكها جامد قوي تتفتت في ايدي، ولا انا ماسكها سايبه قوي من ايديا فتقع منها. يبقى بين البنين، يبقى البيزه الجانبيه ادجست ذا سكيل، وهنعرف الكلام ده في فيديو البيزه الجانبيه. يبقى دي خطوه رقم كام؟ رقم 7. عشان كده الكتاب بيقول لك ات ذا سيم تايم، يعني اريا فور نفذت، لابد ان البيزا الجانبيه يبقى لها دور. طب السيربيلوم دوره ايه؟ السيربيلوم دوره حاجتين هقولهم من غير تفاصيل لان في فيديو خاص بيهم. السيربيلوم بيحدد سرعه مسك الكوبايه، ودي مهمه جدا. يا ترى همسكها الريت فيلوسيتي اوف موفمنت، دي مهمه قوي. بدليل هقول لك على حاجه، اي حركه لازم تعملها تبدا بطيئه ثم اسرع. يعني جيت اكتب، انا جيت مثلا بكتب فيسيولوجي اهو، وبعد كده رحت مسرع. في البدايه الفيزا الجانبيه هي البدايه، هي اللي شغاله، هنعرف ازاي. السيربيلوم بيحدد الفيلوسيتي اوف موفمنت. ورقم 2 كوريكت ذا هاي سيجنالز فروم ذا كورتكس. يعني ايه هاي سيجنال؟ نفترض الكورتكس بعت اشارات زياده للانتيريور اورجنز، هي ما قدرتش تنفذ الحركه او بعت لها سيجنالز اقل، المسؤول ان تكوريكت الايرور اللي جاي منك يا كورتكس هو السيربيلا. التفاصيل في فيديو السيربيلا، وأي جزء في السيربيلا مكان اسمه سباينو سيربيلا. خليك فاكر الكلام ده مهم. طيب يبقى تعالوا في نهاية الفيديو نلخص كلامنا في 8 نقط. بدأت مسك الكوباية بإيه؟ 1 ايديا فرونتال اسوشيشن كورتكس، 2 الرغبة اللي هي في الليمبيك لو فرونتال تمبر، رقم 3 الليمبيك ودول قالوا لازم يبقى فيه فيجن وفي بروبريوسبشن. ازاي هتعمل فولانتري موفمنت من غير ما يكون عندك اتزان وحاسس ان في ارض تحت رجلك؟ يبقى دي رقم خطوه الثالثه. الخطوه الرابعه، بدانا في الخطه، في خطه معقده في الاول ثم تتسحب. مين اللي يعقدها؟ سبلمنتال. انا هشغل جوينتس كتير بس مش عارف ازاي. بعتها اريا 6، سهلت البلان وخليتها اسهل كتير. نيجي للنقطه السادسه، اريا 4 قالت خلاص انتوا بعتين لي بروجرامز منفصله، انا عن طريق انتر نيور بتاعت السرفايفل كونكتد بالثوراسيك انا هوصل الريست فليكشن، اخليه يشتغل مع الالبو فليكشن وتبقى الحركه متكامله. في نفس الوقت الكورتكس بعت اشاره للبيزا الجانبيه، قال لها يا مسكه والسلام، قالت له لا، قال لها لازم احدد طريقه المسكه، يا ترى السكيل امسكه جامد، امسكه نص نص، امسكه نص نص، وفي نفس الوقت ابعت الى السيرفر. حتى بصوا عليها وانا همسك اهو، مسكته وبسرعه اعيدها تاني واعملها زوم عشان اشوف. حددت المسافه بايدي والكوبايه بالسبلمنت، رحت بخطوات مسكت وشلتها بسرعه. تخيل لو السيربيلوم مش شغال والكوبايه كده، كنت انا هروح مسكت وامسكها ببطء وطالع ببطء زي بالظبط التصوير البطيء، يبقى دي ما بقتش حركه، بقت اي كلام كده. دول الـ8 نقط احيانا تقرا في ورق درس او في الكتاب كلمتين يضايقوك نفسيا. يقول لك على الليمبيك سيستم ده ايه؟ ايفالويت، قصدي البوستيريور بارايتال، ايفالويت ذا سنسيشنز اكوردنج تو ذا ديزايرد موفمنت. عارفين يعني ايه؟ يعني انا يا بارايتال استقبلت البروبيو سيبتيف سيجنال، ليه؟ ليه استقبلت الاتزان ده؟ عشان اعمل حركه معينه امانه واعملها. اريا 6 تقرا في الكتاب يكتب لك كلمه رخمه عنها، باستشرال باك جراوند تو ايه بقى؟ تو فاين موفمنت. الكلمه دي مكرره في كل ورقه درس
وابتدائي. يعني ايه معناها؟ اريا 6 هي بتشغل مين؟ انا قلت الترانك والبروكسيمال مصر. يعني ايه بوستيرال باك جراوند؟ جسمك عارف ازاي يعمل اتزان. خلفيه ليها علاقه بالبوستشر، بوضع الجسم. انا عارف لازم الترانك يبقى معدول والبروكسيمال ما تبقاش مايله لناحيه معينه. طب ليه الكلام ده؟ عشان اروح وامسك الكوبايه او امسك القلم، ومسكه الكوبايه او القلم ده فاين موفمنت. يبقى معنى الكلمه عشان تمسك حاجه بايديك ودي حركه فاين، في النهايه انت محتاج باستشر، ترانك بروكسيمال ماسلز سوليد.